صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صبي لي شاي. صحتين وعافية. تفضلوا. ملك، انت شو عم تفكري تساوي اليوم؟ ولا شي. بدي اياكي ترجعي تتمرني على الكمان، ما تطلعي لبرا، ونسي لي رفقات المدرسة شوي هاليومين، ولا وحدة في يوم من مقامك وقدرك. هدول اللي حتاك ليهم. فهمني كيف بدك تاخذ معك محمد؟ ما بتقدر عليه لحالك، خدوني معكم. طيب ولك معقول ما بقدر اهتم بابني يا مرا؟ شو هالحكي هاد؟ شوف ابني، شوف امك شو عم تحكي علي. يلا عسيه، يلا بخاطرك. يلا يا بطل اركب بالسيارة لشوف. نحن لوين حنروح هلا؟ مفاجأة مفاجأة، يلا روح اركب. شو رح تعملي بهالوقت؟ بدي روح لعند اسماء. تمام. ليك طاهر الصغير بأمانتك، اتفقنا؟ اتفقنا مرت أخي، اطمني عليه ما تخافي. الله معكم. يا ربي من وين طلع براسهم هالمشوار هلأ؟ شبكي مو بتقولي ما بيهتم بابنه؟ ليكك لما اهتم فيه ما عجبك. ما تخافي، هو مع أبوه مانو مع حدا تاني. جربي ترتاحي شوي منه ومن ابنه. راحوا مو هيك؟ ايه حماتي هن راحوا، بس انا ماني مرتاحه، مشغول بالي. لا ما ينشغل. عسيه الحق معها، يعني ما في لزوم تخافي. ايه تمام. يلا ما بطول عليكي بخاطرك. مع السلامه نفس. صار لازم نغير الضماد. هوليا ما تتعذبي، ملك بتغيرني. معناتها رح أعملكن قهوة. ايه عملي، نشرب على رواق أنا وبنتي حبيبتي. اسمعي، حاولي ما طالعي له خلقه، يعني بتعرفي شو ممكن يساوي. ما شفتي بعيونك شو لسه ممكن يساوي أكتر؟ إذا ما عصبناه ما بيعملنا شي. يا ريت توقف على هي القصة. شو بتقصدي بهالحكي؟ شو عامل معك؟ قولي شو الموضوع؟ لك قولي بقى. شو بده يعمل؟ هو معقول يقتلنا؟ معقول من غير ما يرف له جفن؟ مرعوبة منه مو هيك أمي؟ ايه بنتي، مرعوبة عليكي انتي. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المستمعين. اليوم رح تكون معنا سيدة المحامية اسماء هوبالي، هي متواجدة معنا اليوم بهدف الاجابة عن اسئلتكم. اسماء خانم اهلا وسهلا. اهلا فيك. لتوجيه اسئلتكم للمحامية اسماء، اتصلوا فينا او بعتوا رسائل على الرقم 046-22-30-00، وفيكم كمان تتصلوا من أي هاتف أرضي على الرقم الرباعي 5040. أنتوا عم تتابعونا على موجات الـ FM على التردد 70.8، وفيكن كمان تتابعونا على الإنترنت على موقعنا radiovision.com. وهلأ رح ناخد استراحة قصيرة مع فاصل موسيقي مستمعينا، وبعدها رح نتلقى اتصالاتكن على الهواء مباشرة مع المحامية أسماء هوبالي.
بابا؟ نحن ليش جينا لهون؟ أنت ومحمد رح تصيروا مشجعين لفريق طرابزون. كيف يعني؟ تعال لفهمك. اي شو؟ اي لون حبيت اكتر؟ بوردو ازرق. بوردو ازرق. طرابزون طرابزون. اوه هذا انت يوسف، ولك كيفك؟ منيح وانت؟ الحمد لله، لنا زمان ما شفناك. اي والله مزبوط. ييت طرابزوني مو هيك؟ هلا بدي صير. حلو 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 حلو، انت محظوظ كتير يا ولد. تفضل. يتقله شكرا لعمو يوسف. شكرا لك عمو. اهلين. شكرا يوسف. يسلموا يوسف. العفو. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.